Bonjour, cinquième primaire. On va continuer les tests d'unité 16. سنة خامسة ابتدائي هنكمل مع بعض إن شاء الله تيست بي بتاع الوحدة 16. نبتدي تيست بي بيقول لنا ليه لو دوكيمون بي ريبون أو كيسيون نص ثم أجب عن الأسئلة. Je m'appelle Tico. J'habite dans une villa à Nasr City. Devant la villa, il y a un beau jardin. أنا اسمي تيكو. أنا أسكن في فيلا في مدينة نصر. أمام الفيلا يوجد حديقة صغيرة. Dans ce jardin, il y a des arbres qui donnent des fruits comme les oranges, les pommes, les poires, etc. وفي هذه الحديقة يوجد أشجار تعطينا فواكه مثل البرتقال والتفاح والكمثرى إلى آخره. Et il y a aussi des arbres qui donnent des fleurs. وكمان وأيضا يوجد أشجار تعطينا زهور. Mon frère Zizou, أخويا زيزو, arrose les fruits et j'arrose les fleurs. أخويا زيزو بيسقي الفواكه وأنا أسقي الزهور. Chaque matin, كل صباح. En été au soir, وفي الصيف مساء, وفي مساء الصيف, la famille s'amuse dans le jardin. العائلة تستمتع في الحديقة. كي يبقى احنا عندنا تيكو بيتكلم عن نفسه ان هو ساكن في مدينة فيلا في مدينة نصر. الفيلا دي فيها حديقة جاردان, حديقة فيها أكبر شجر بيدينا فواكه, وفي شجر كمان بيدي زهور, ومقسم ان هو واخوه ان اخوه بيسقي الفواكه وهو بيسقي الزهور كل صباح. وفي الصيف العائلة بتستمتع في الحديقة. نشوف اول سؤال, مي فري او فو, ده علامة صح او خطأ. تيكو ابيت إن فيلا الزيتون. هو تيكو ساكن في فيلا في الزيتون. ها فري ولا فو؟ برافو, فو غلط. نمرو دو, زيزو أروز لي فلور لو سوار. زيزو بيسقي الزهور في المساء. فو برافو, عشان هو قالنا إن هو بيسقيها كل صباح. دون لو جاردان إليا دي بوم, في الحديقة في تفاح. فيري زيزو ناروز با لي فلور. زيزو لا يسقي الزهور. زيزو لا يسقي الزهور, يبقى فيري عشان هو بيسقي الفواكه. نمرو بي, شوازي لو بون جروب, اختار الإجابة الصحيحة. زيزو أن زيزو أروز نوت. زيزو بيسقي إيه؟ لي فروي. داكور. نيميرو بي, بيقولك لي فروي اللي هي الفواكه ولا لي ليجيم اللي هي الخضار ولا لي فلور الزهور. يبقى قلنا لي فروي. نيميرو بي. دو زيزو أروز لي فلور شاك. زيزو بيسقي الزهور كل ايه؟ جور يعني يوم, سومان يعني اسبوع, ولا متى يعني صباح. هو قال لنا متى. نمرو تروا, نقط او سوار لا فامي ساميوز دون لو جاردان. في مساء ايه؟ اون ايفير في الشتاء, ولا اون اوتون في الخريف, ولا اون ايتي في الصيف. يبقى هو قال لنا اون ايتي. Numéro C. Complète. Tico habite dans une villa. Il y a une villa. À Nasr City. Devant la villa, il y a un beau jardin. Un beau jardin. Dans ce jardin, il y a des arbres. أشجار.
qui donne des fruits comme les pommes. Comme les pommes, etc. Les pommes étaient les tofaux ou les poires. Kamen et le héros. Il y a des arbres qui donnent des fruits, comme les oranges, mais c'est le protocole, les pommes tofaux, les poires, ouais, alcometra et le héros. On a fini le document. Le badi conjugue les verbes. Ça refait l'affaire. J'aime un verbe manger du gâteau. يبقى جيم عندنا فعل مستغرب يبقى التاني هيجي فين؟ في الانفينيتيف اي توجو على الانفينيتيف يبقى مونجي نو بريفيرون فابريكي لا ماريونيت برضو عندي هنا فعل مستغرب فيرب كونجيجي اي لوتر فيرب والفعل الاخر هيبقى ايه؟ اي على الانفينيتيف يبقى فابريكي لا ماريونيت نحن نفضل أن نصنع عروس تروى أجوردوي نو ناجي أو كلوب أجوردوي اليوم نو ناجي اتفقنا أن ناجي من الأفعال تنتهي بجي و ار هي مع نو هنحط له إيه زيادة هنحط له أو زيادة عشان تها جي نو ناجا أو كلوب كاتر Les enfants cueillirent les fleurs. الأطفال تجمع أو تحصد الزهور. يبقى cueillir تفهم هو verb رغم أنه verb troisième group مجموعة تالتة بس يعامل كمعاملة المجموعة الأولى. يعني نحذف الـ ER et on ajoute les terminaisons du premier group ونضيف نهاية المجموعة الأولى. يعني les enfants هنا هيبقى إلى avec S هيساوي إلى avec S هياخدوا إيه في المجموعة الأولى؟ O, N, T. Bravo. 5. Il, ma verbe bleu voir, il, bleu. 6. Demain, je faire un mini jardin. Il y a un mot clé, quel mot d'Allah? Demain, ma nagada, il y a un aïe, le futur proche. Verbe aller au présent, plus l'infinitif. Il y a un verbe aller à sa femme, je. Vais faire un mini jardin. Sur le badi, où Libya est complète. Le corrigé dans son acmen. Ali a 15 ans. Il a un petit frère. Son frère a 8 ans. Ali a un doux à Mostochoxan. لديه أو هو يكون يملك أخ صغير ولديه أخ صغير أخوه عنده 8 سنين أوكي طب عايز أعمل هنا منهم إيه كومباريزون هعمل منهم مقارنة بقول إيه لو فرير ده علي إيه نقط جران كو علي أخو علي أكبر من ولا أصغر من يبقى موان moins grand que Ali. Tab Ali est not grand que son frère. Tab Ali yakoun akbar asghar min yusawi ihna fakrini comparatif plus plus adjectif plus ku plus zayed sifa zayed ku moins zayed sifa zayed ku aussi plus adjectif plus ku bima'na أكبر من أقل من يساوي هنا عندنا قرينة من علي وأخوه علي كان عنده 15 يبقى وأخوه عنده 8 يبقى أخوه أقل من أصغر منه أما علي هيكون plus grand que son frère أكبر منه داكور نيميرو سي شاس لانترو طلع كلمة شاس لانترو طلع كلمة مختلفة أول حاجة شا chien, souris, jardin. Chat, hôte. Chien, kelp. Souris, fort. Jardin, hadiko. Yiba in mokhtalif. Bravo, jardin. Deux, le printemps, l'hiver,
haricots l'été. يبقى لو برينتون ربيع ليفير شتاء، هاريكو الفاصوليا إتي الصيف، يبقى كلهم سيزون كلهم فصول سنة ما عدا الهاريكو، يبقى هي المختلفة. La page suivante. Dans في الترتيب أو راتب أن أبوستروف فاسيل سو با إي حليناها قبل كده نقول سوني با فاسيل سوني با فاسيل ليس الأمر سهل دو شوازي كيسكو تو يبقى ماجوسكيل عندي كيسكو تو شوازي ماذا تختار أو ماذا أنت تختار تروى دو لا تير فو بور il faire un mini jardin un يبقى هقول ايه il faut de la terre pour faire un mini jardin يعني يجب ان يكون او يجب هناك ان يكون هناك تربه لعمل حديقه صغيره ده المعنى يعني بتاعها il faut de la terre pour faire un mini jardin ممكن نقول pour faire un mini jardin il faut de la terre اتنين صح كده بس هنا عشان إلا هي الماجسكول الكابيتال فهنبدأ بها جملة طب ماذا تقول في الفرنسية نحلها أول فراز nous allons fabriquer un mini jardin لأن نحن سوف نصنع حديقة صغيرة nous allons fabriquer un mini jardin تاني واحدة deuxième phrase Il y a des bouts sur la table. Il y a des bouts sur la table. يوجد إناء على المنضدة. ثلاثة تتساءل لماذا ظهور لا تنمو. Pourquoi mes fleurs ne poussent pas? Pourquoi mes fleurs ne poussent pas? تكلم عن زهرتك في أربع جمل اللي إحنا قريناها. هنقول أول حاجة أهو جي إن فلور أنا لدي زهرة ما فلور إي روج زهرتي لونها أحمر جاروز ما فلور شاك جور أنا أسقي زهرتي كل يوم البوز فيت هي تنمو بسرعة كي قلنا من الجمل دي ساعات بيجي منها كومبليت نمرو بي كومبليت لفراز سؤال أن نو جوان أو نوت نحن نلعب إما أو بي إما في أو فوتبول كرة القدم أو أو كلوب في النادي كي يبقى لنا حلين أسهل لكم اكتبوا نو جوان أو فوتبول أو أو كلوب الاثنين صح نمرو دو نو ميتان دون لو بو نحن نضع ايه في الإناء بنحط ايه ممكن نقول دي جران صح البذور ممكن نقول دو لا تير صح التربة دي جران أسهل برضه كات تروال هي معمولة كات كده لو نقط بلانت لا تير مين الذي يزرع الأرض لو إيه؟ لو بيزان لو بيزان الفلاح كاتر الفو نقط لفلور يجب هنعمل إيه للزهور يبقى الفو إيه؟ يجب أن نسقيها يعني يسقي الفو أروزي لفلور الفو أروزي لفلور يجب أن نسقي الزهور الفو يجي بعدها انفينيتيف الفو أروزي لفلور On a fini les tests et les unités. خلصنا التست وخلصنا unité 16. Merci et au revoir.